شوفوا مقطع لحمادي بن جبل الله امبارح في قناة التاسعة، فصيلة جزء آخر متوانسة، علاش رفضوا في سعيد؟ لأنه كثر من الحريات، مش فاهمين. شوفوا الرؤية، ثم ناس مخالفين في سعيد لكن علاش ضد سعيد؟ فرصة باش نفهموا مع أستاذ علم الاجتماع هالمجموعة هذه، وبيت المسيح حمادي بن جبل الله. يلا، أولا نحب نقول أن الأمور بمبادئها وبخواتمها. مبادئها معروفة، هذا البرلمان الحالي انبنى على خطأ سياسي كبير، هذا من حيث المبدأ باش ما نقعدوش. ربما باش اللي يسمعني على الأقل يفهم علاش، معناها أنت تعرف معناها وقت اللي جاء 25 جويليا 2021 باركته، وقلت السيد الرئيس أعلن معركة التحرير الوطني من الإسلام السياسي، وأيدته بكل ما أستطيع من القوة، لأن فعلا وقلت بهذه البادرة يمكن أن يرتقي من منصب أو من مرتبة رئيس دولة منتخب لمدة 5 سنوات إلى زعيم وطني في مستوى، تقول انت سي الباهي لضغم الله يرحمه، ولا سي الهادي الويرة، ولا اكل الامور هذه، يعني يحرر الوطن من الاستعمار الداخلي كما حرره بورقيبه من الاستعمار الخارجي. كنت هذا على الاسلاميين يهزك من مجرد الأسوأ رئيس الى زعيم وطني، هذه يعني ملاحظه اولى مهمه من استاذ فلسفه. من بعدين أسوأ ما يمكن ان يصيب الوطن هو الاسلام السياسي، وقلت ذلك سنة 2012 وفي نشط الأخبار التلفزة الوطنية. قلت 2012 كانت التلفزة الوطنية لتحطيم الدولة فاتحة منابر لك أنت، والآن الحمد لله التلفزة الوطنية حكومية معاش تحكي. أنا دليل شهادة أنه في 2012 كان الإعلام مفتوح مش كما الآن. يلا واصل سيد حمد بجبرة. يلا، كان بيودي أن تكون تلك مناسبة لمد يده إلى الشعب التونسي، لمد يده إلى المنظمات الوطنية وإلى الأحزاب التي كانت في البرلمان، وفي مقدمتها حزب الأخت عبير موسي، حزب الاشتراك الدستوري الذي تمكن من فضح الإسلام السياسي وبيان مدى تلاعبه بقيم الدولة الوطنية. أنا أحييه اليوم، كان عليه مد يده للشعب التونسي، الشعب التونسي يقصد هو عبير. فكرة ثالثة باهي جيدة، السيد الرئيس لم يتخذ موقف أخلاقي، كان بإمكانه أن يقول هذا عيب ما يجري في البرلمان، كان بإمكانه. معليش، يعني كفر عن تلك ال سي حمادي بن جبل الله، نقصد الصوت لأنك سي حمادي بن جبل الله كان يقول في نفس الموقف، احنا نوصف فقط، هو قال كنت مع الموقف هذا من التسعينات، وقت كانت الناس تتذبح ونساء تنتهك وقتها مش أخلاقي، أما توقف قالوا في كلمة في عبير احنا ضد العنف، قالوا مش معقول ان سعيد دخلش. نقطة رابعة، يلا واصل. فإذا بنا نتيه في، خليني نقول بكلمة واحدة، لعنة الشعب التونسي، لعنة عبير موسي. هو وفكرته أنا أحترم، أما تفضل دكتور مراد درويسي. أستاذي العزيز، حبوا نسهلوا الآن، ثم ناس ضد سعيد صحيح راه، لكن حبوا نفهموا واحد، ثم ناس الآن ضد الدبابة لأنه ما خلولهمش بلاصة على الدبابة، هي ما فيها فهو واحدة الدبابة، ثم ناس يحبوا كرسي فوق الدبابة. مشكلتهم هما من سوء حظهم أنه سعيد يحبهم كاسحات ألغام، ما عطاهم الشرف أنه يجلسوا بكرسي فوق الدبابة. هذا فهمته بس حمادة بن جبل الله أستاذ الفلسفة السياسية. نعم، يعني دعني أذكر بإحدى مقولات ألبير كاميو، يقول طبعا هو تكلم بالفرنسية وترجم إلى العربية، يقول لقد أصابنا التعب والإعياء من رؤية الحماقة تنتشر وبلا معارك. اليوم الحماقة موجودة في كل مختلف الحقول المجتمعية، في الحقل السياسي، في الحقل الرياضي، في الحقل الثقافي، في الحقل الاجتماعي، في الحقل الاقتصادي، وأيضا حتى للأسف الشديد نجدها تطال النخبة متاعنا. الرسالة الموالية التي أقولها لكل من ناصر
25 جويلية، وكان في مرحلة من المراحل يتوهم أنه بتلك الطريقة بلادنا باش تتحقق فيها عدالة اجتماعية وازدهار اقتصادي. نحن نقول لهم ونستحضر مقولة ذلك الشاعر حينما قال: انتظر حتى ينقشع الغبار لتعلم أتحتك فرس أم حمار. وهنا نشوف اليوم يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر، هل ثم ازدهار اقتصادي؟ لا. هل ثم عدالة اجتماعية؟ لا. هل نسب البطالة تراجعت؟ أبدا. المديونية بتاع تونس تراجعت ولا نقص؟ أبدا، قاعدة تزداد. ارتهاننا للخارج وللمؤسسات العالمية أكثر فأكثر. كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تدلل على أن نحن معناها نراوح تقريبا نفس المكان، كان مش الأسوأ فالأسوأ معناها، وهذا معناها لا نتمناه لبلدنا. ثم يعني أي وضع وصلنا له؟ إذا النخبة التونسية قاعدة تعطي في تبرير، تبرر للاستبداد وتبرر للديكتاتورية. يعني اليوم اتضح لهم اللي راهو الدستور ما يعجبش، نعم، واللي راهو البرلمان هذا غير شرعي، وفي نفس الوقت يحاول، وأنا استمعت إلى جزء من هذا البرنامج والذي أذهلني أنه قال ما زال البرلمان متاع قيس سعيد عنده فرصة باش يصلح المسار. تصور، نعم، كيف ذلك؟ يعني يقول أستاذ جامعي أنه إذا كان معناها استطاع أنه يعمل كما يقولوا قوانين خاصة به وينطلق معناها بالعمل بتاعه والتشريعات بتاعه، فيصبح حينها معناها البرلمان شرعي. يعني يصبح شرعي إذا وقتاش؟ وقت اللي الخصم السياسي متاعي استطعت أني نبعده. وما هو هذا الخصم؟ نستعمل لفظ اسمه الإسلام السياسي. مفهوم الإسلام السياسي وهو رائج جدا في الأعلام في الغرب يا سيدي، هات ناخذه كما هو بحسب من أعطاه تعريف لي. نعم، ساعة نعلمك من ينشط في الحقل السياسي اليوم يمكن أنه نعتبره إسلام سياسي. بورقيبة نفسه إسلام سياسي، ويستعمل الإسلام ويستعمل القرآن ويستعمل الأحاديث في خطاباته وفي تبريراته وفي توجهاته واختياراته. بن علي نفسه حسب هذا المفهوم تاع الإسلام السياسي اللي وضعه له الغرب، هو نفسه مارس بطريقة أو بأخرى الإسلام السياسي. أغلب الأحزاب التونسية اللي شوفوها اليوم، قيس سعيد، يمكن قيس سعيد نفسه أحسنت، يستشهد بالقرآن ويحثك على الدين الإسلامي ويرجع لك إلى المرحلة العمرية. وبالمناسبة هنا قول سريع نقوله، خليك في الإطار واخر شوية دكتور، العدالة العمرية. في تلك الفترة حينما سأل عمر بن الخطاب جلاسه ماذا لو أخطأت أو عوججت أو خرجت على المسار، قام أحد الجالسين في تلك الجلسة قال نقومك بحد هذا، وأشار سيفه. فبعضهم حاول أن ينتهره، فقال له عمر: دعه، لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. والتاريخ سجل هذا الموقف، ولم نسمع أن ذلك الجالس في مجلس عمر بن الخطاب اختطفته مجموعة، وإلا وهو روح لداره وقع تحويل وجهته أو وقع سجنه فيما بعد. ولذلك قلت لك أخي حسين في حصص سابقة أنه راه المجتمع الحي هو اللي مؤسساته الرقابية وجميع ومختلف معناها الناشطين فيه من مكونات المجتمع المدني كلها تنقض وكلها تعمل. نعم. للأسف في المرحلة الحالية هذه المؤسسات مكبلة، بل وقع قفل، معناها وقع غلقة، وقع غلقة ووقع التخلي عليها، وجيء بمؤسسات أخرى وهمية ويسوق لها على أنها ديمقراطية ولا علاقة لها بالديمقراطية. والنخبة متاعنا لا زالت إلى هذه اللحظة، أنت ماك ناحية الإسلام السياسي، هو شخص بالإسلام السياسي، نعم، إما حركة النهضة أو حزب التحرير. يا أخي
هذه الأحزاب إذا كان خرجت على العمل السياسي والعمل الديمقراطي ومارست العنف، تفضل فلنذهب إلى القضاء ونشتكيها وليأخذ القضاء مجراه. أما أنك أنت أي طرف يستعمل الاستبداد والديكتاتورية لإزالة ولا إقصاء خصمك ومعارضك السياسي، تعتبره هذا تبرير لما أقدم عليه، معناها هذه كارثة وطامة كبرى. حتى بالتصور دكتور مراد، كيف يمكن لأستاذ جامعي أن يبرر يعني ألا ديمقراطية ويبرر الاستبداد والديكتاتورية باسم أنه نحيي الخصم السياسي بتاعنا؟ إذا تحب تنحي الخصم السياسي بتاعك فليكن بإقناع المواطنين عبر الصناديق، نعم، وفي انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، ويشاركوا فيها بحد أدنى ومحترم يليق بشعب كما الشعب التونسي. الشعب التونسي ما مشاش، صحيح هو مش راضي على الفترة متاع معناها النهضة وعنده لوم وعنده تشكيات منها، ولكن أيضا ما هوش راضي على اللي يعمل فيه قيس سعيد، وما هوش راضي على اللي قاعدين توا ماشيين له باسم شعارات محاربة الفساد. ونحن لا نرى معناها حرب حقيقية ضد الفساد، نحن نرى تخبط هنا وهناك. اللي معايا هاوك معايا، إذا ضدي يطلع بعد فاسد، نعم، أو يقع التحقيق معاه، أو يقع جلبه معناها لتحقيق الله أعلم وهمي، ويمشي يهزه من مؤامرات ضد الدولة. لا، هو اللي معايا سي مراد الآن يجب التثبت في الدم بتاعه، تفاصيل متاع الدم بتاعه، هو إما منافق وإلا صادق، ولا صادق ثابت. هذا راه ضروري جدا باش يتحروا باش يتواصل معاك في معركة الفساد. وهي مصطلحات عجيبة، كيف يمكن لشخص كما قلت منذ حين أنه يزعم اللي هو صادق وغيره كاذب، أو يزعم اللي هو مؤمن وغيره كافر، أو يزعم اللي هو إيمانه صحيح وغيره منافق؟ هذه المصطلحات لا تليق بالمعجم السياسي اليوم. في القرن 21 هناك قوانين، هناك مؤسسات، إذا إنسان حوله شبهات ثم قضاء وثم تحقيق وثم محاكمة عادلة وثم إجراءات أيضا تحترم كرامة المواطن. أما هكذا مداهمات ليلية وهز غالي يحط هذا والتحقيق يجيب، عن أي حرية وعن أي كرامة وعن أي نخبة دكتور مراد؟ ربما سعيد في جزء منه راه يليق بمثل هذه النخبة، إذا كان النخبة هي الفرج مشيئتي مع هذه النخبة، بالعكس خليها الزمان يعرفها ما معنى الدكتاتورية. ففي الهيجاء ما جربت نفسي، لكن في الهزيمة كالغزالي. دكتور مراد.